أولا مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك؟ نتكلم الأول النهاردة على أقل من شهرين 250 ألف مواطن جداد، 250 ألف طفل جديد، إضافة جديدة لسكان مصر. ماذا يعني هذا الرقم بالنسبة لكم؟ خلينا نقول إن إحنا لما نتتبع عدد المواليد اليومية ثم الشهرية ثم السنوية، نقول إن أنت في المتوسط كل شهرين بنزيد حوالي ربع مليون. طب خلينا نقول حضرتك نتكلم بلغه الارقام، هل يا ترى احنا بنتحسن ولا اوحش ولا زي ما احنا؟ اقول لحضرتك ان احنا في 2014 كان عدد سكانك كان حاجه و80 مليون، ولدت في 2014 2 مليون و700 الف. طب انت في اخر سنه 2022 ولدت 2 مليون 183 الف، يعني حضرتك متخيل عدد المواليد اللي كنا بنولدهم في السنه انخفض قد ايه؟ 2014 كنت بتولد 2 مليون و700 الف، انت انخفضت اكتر من نص مليون في السنه، وبقيت تولد في اخر سنه 2 مليون 183 الف. فده يعتبر في ايجابيه هنا، حضرتك بتقولي على ايجابيه. ده طبعا مؤشر ايجابي، وعندنا برضو نتائج المدح السكاني الاخير لمصر، اللي هو المدح السكاني للاسره المصريه 2021 اللي نتائجه اعلنت في 2022، قالت لحضرتك ايه؟ ان معدل الانجاب الكلي اللي هو متوسط عدد الاطفال اللي الست بتجيبهم، نعم، انخفض في 2014 كان 3.5، دلوقتي نزل بقى 2.85. يعني الست يعني كان كل 10 ستات بيولدوا لك حوالي 35 طفل، دلوقتي كل 10 ستات بيولدوا لك حوالي 28 طفل. فده نقول ده تحسن، نعم، معدل الانجاب الكلي نزل. نعم. برضو رقم مهم جدا ظهر لنا في المسح، معدل استخدام وسائل منع الحمل، يعني ان الست تستخدم وسيله منع الحمل. نعم. في 2014 كان الرقم 58.5%، يعني 58.5% من ستات مصر السيدات المتزوجات في عمر الانجاب بيستخدموا الوسيله. طب في اخر مسح سكاني الرقم زاد من 58.5% ل 66.4. نعم. فنقول في مؤشرات كتير ايجابيه، وزي ما قلت لحضرتك انت بتعرف ازاي بتتكلم عدد المواليد، كنت بتولد كام في السنه، معدل المواليد، معدل الانجاب الكلي ان هو انخفض، معدل استخدام وسائل منع الحمل ان هو زاد، كل دي مؤشرات ايجابيه تقول ان هو من 2014 لغايه دلوقتي في تحسن كبير في الملف. ويمكن دايما هاكد ان اهم عامل محقق هذا التحسن اهتمام القياده السياسيه بهذا الملف. يعني اقول دايما حضرتك الاشارات المتكرره للقياده السياسيه في هذا الملف هي اللي بتدي له دفعه في كل الاصعده. يعني حضرتك لو نتابع كده هنلاقي دايما السيد الرئيس مع كل افتتاح مشروع، سواء بقى هيطلع ممكن افتتح مشروع مصنع او ان هو حاجه ليها علاقه بالارض الزراعيه، دايما بيتكلم عن خطوره الزياده السكانيه. نعم. ويمكن لو حضرتك عاوزين نفكر وايه الربط قد يكون ما بين الزياده السكانيه وكل هذه المشاكل. نعم. الدكتور جمال حمدان في كتابه العبقري شخصيه مصر كان شايف ان المشكله دي هي المشكله المفتاح او المشكله الام. يعني ايه المشكله الام؟ دي المشكله اللي ولدت لك كل المشاكل الثانيه عندك في مصر. نعم. يعني قد يكون هو احنا ليه في فتره من الفترات كان عندنا عشوائيات؟ عشان الزياده السكانيه الغير منضبطه كانت في فتره اكتر من قدره الدوله على البناء والتخطيط، فالمواطن اتجه ان هو يبني وبقى في عندك بنى وعشوائيات. نعم. طب ليه قد يكون في فتره من الفترات كان عندك مشكله بجوده التعليم؟ عشان في فتره من الفترات كانت الزياده السكانيه الغير منضبطه كانت اكتر من قدره الدوله. نعم. فبالتالي ده يقلل لك جوده التعليم. نعم. قلل لك قدره الدوله، مش قادر انك توفر مدارس وفصول ومدرسين تلاحق على الزياده السكانيه الغير منضبطه. نعم. طب احنا نقول في تحسن، في تحسن، بس نعم، محتاجين لسه اكتر. نعم. يعني يمكن نقول في تحسن بس لسه مش متواكب مع طموح السيد الرئيس. انا دايما يمكن الاستاذ احمد باكد ان هي في الاخر هي دي مش قضيه وزاره واحده ولا قضيه مجلس واحد. إيه لا، دي هي قضيتنا كلنا، وحتى على فكره دي برضه مش قضيه الحكومه لوحدها، لا، دي هي قضيه شعب ووطن. واحنا بنتكلم على مصير. نعم. ان انت ده اخطر ملف بيواجه دلوقتي الدوله المصريه، يعني عشان المواطن المصري. نعم. يحس بثمار التنميه الاقتصاديه واللي الدوله بتقوم بيه، هو لازم معدل النمو السكاني ينزل اكتر واكتر. نعم. انت بتحاول تحقق دايما طفرات في معدل النمو الاقتصادي. نعم. ساعات بتجي لك ظروف بره ايديك، لما تجي لك الحرب الروسيه والاوكرانيه، او قد يكون ان يجي لك ظروف كورونا بتعطلك وبتاثر. نعم. على معدل النمو الاقتصادي، بس الحمل اللي على ظهرك محتاج تخففه. الحمل على ظهرك هو ايه؟ معدل الزياده السكانيه. احنا عندنا حاجه معدل الزياده السكانيه غير منضبط. نعم. اعلى من امكانياتنا. فمحتاجين ان هو لسه يقل. نعم. بس عشان ده يقل زي ما اكد حضرتك، هو مش دور وزاره واحده، ده دورنا كلنا، الدوله، يعني كل دور الدوله، كل الناس، كل دوله. كل الناس، يعني زي ما حضرتك هي مش قضيه الحكومه، دي قضيه الشعب وقضيتنا كلنا مع بعض. طول الوقت محتاجين نفكر بعض. يعني زي ما حضرتك انا دايما بقول انت في حرب تغيير المفاهيم المغلوطه. في الحرب انت محتاج تستخدم كل الاسلحه، قد يكون واحد من اهم الاسلحه هو سلاح الاعلام، انك طول الوقت نتكلم مع المواطن، نحكي له عن خطوره الزياده السكانيه، نحكي له والله ان انت قد يكون دول جنبينا
قد يكون اللي انا بولده في السنه نعم قد عدد سكانهم كلها. نعم. قد يكون الدول دي عندها موارد طبيعيه تحت الارض اكتر منا، بس انا اللي بولده كل سنه اكتر من عدد سكان هذه الدول، فبالتالي يقول انت عندك زياده سكانيه ضغط على مواردك. احنا دايما بنقول هو سباق بين السكان والموارد. نعم. ساعات في اوقات كتير الموارد الطبيعيه بتاعتك ثابته، بس انت الزياده قاعده بتزيد وبتتهم كل ثمار التنميه الاقتصاديه. طيب دكتور عمرو، يعني ويمكن سيادة وزير الدكتور خالد ابو وفار النهارده قال وزي ما سيادتك بتقول كده حصل انخفاض، ولكن لسه محتاجين تاني. احنا بنتكلم على الرقم السحري بالنسبه لنا اللي نقدر نوصله، وبالتالي يعني التنميه تظهر على الناس تحس بيها، لان كل اللي بيتعمل ما حدش بيحس بيها عشان عدد السكان اللي بيزيد 2.5 تقريبا مليون كل سنه ولا 2 مليون كل سنه. خلينا اقول لحضرتك احنا بنزيد كام في السنه بالظبط؟ احنا في اخر سنه اتولد 2,183,000 مولود. كويس. وكان عندك حاله وفيات حوالي قرب 600,000، فانت زدت في اخر سنه قرب حوالي 1,600,000. يعني احنا اخر سنه عدد سكان مصر، خلي بالك حضرتك احنا في فرق بين زدنا كام وولدنا كام. ولدنا دول اللي اتولدوا، وزدنا بنطرح من المواليد نطرح منهم الوفيات. فاحنا في اخر سنه ولدنا 2,183,000، وكزياده معتبر زدنا حوالي قرب 1,600,000. طب حضرتك بتقول لي هو احنا عاوزين نوصل لكام؟ احنا هدفنا في الاخر توصل لرقم اسمه معدل الاحلال. يعني ايه معدل الاحلال؟ انك توصل ان عدد السكان بتاع الدوله يثبت ما يزيدش. ودي دول كتير خلي بالك حضرتك في الحاله دي. حضرتك انت عارف متخيل لو انت وصلت لمعدل الاحلال بمعنى ايه؟ ان الدوله لما هتبني مدارس هي هتبني مدارس عشان تقلل كثافه الفصول، لما هتبني مستشفيات اكتر عشان تحسن الخدمه الطبيه، لما هتبني مصانع يبقى انت بتوفر فرص عمل واكتر واكتر. بينما دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ انت دلوقتي انت قاعد بتسابق الزمن وبتسابق الزياده السكانيه. انت بتبني فصول عشان تلحق على الزياده السكانيه الغير ممنوعه. طيب انا هدفي انك توصل في الاخر انك تقول امتى انا قفلت الملف ده ونجحت. لما نوصل لحاجه اسمها معدل احلال، لما معدل الانجال بالكلي يبقى 2.1، انا دلوقتي 2.85. لما اقدر انزل ل 2.1، بس هقول لحضرتك حاجه. قد يكون لما انت زمان كنت 5.3 وتنزل 3.5 و3 بيبقى سهل. تيجي بعد كده انك تنزل من 2.85 ل 2.1، لا ده محتاج شغل كتير. محتاج شغل كتير، وزي ما قلت لحضرتك ايه؟ مش بس اعلام، ده انا محتاج خطاب ديني معاصر يشرح للناس. هو انت العيل ده بيجي برزقه ولا العيل ده هتسال عليهم القيامه؟ يعني ابنك اللي انت هتخلفه ده هتتحاسب عليهم القيامه؟ ربنا هيسالك على صحته وتعليمه، هل يا ترى انت جايب طفل بيحب بلده ولا لا؟ فاهم دينه ولا لا؟ بيحب المجتمع والناس اللي حواليه ولا لا؟ فبالتالي انا قلت لحضرتك انت محتاج خطاب ديني معاصر، محتاج خطاب اعلاني. محتاج، ودي اللي ضيق الوزاره شغاله عليها دلوقتي. ان انت توفر الخدمات باعلى جوده. يعني هقول لحضرتك حاجه، وزاره الصحه حاليا الخدمه، ودي دايما نطمن الناس، في كل الوحدات الصحيه الخدمه توفر مجانا. الوحدات الصحيه فيها الوسائل مجانا، وبتوفر احدث انواع الوسائل. يعني حضرتك اللولب الهرموني او كبسوله تحت الجلد، خلي بالك حضرتك استاذ احمد، الست لو راحت مثلا الصيدليه الخاصه عاوزه تشتري اللولب الهرموني او كبسوله تحت الجلد، ثمنهم ممكن يتقرب من ال 1,000 جنيه. يعني هو راح تشتريها كده بايديها، بينما الوزاره انت بتوفرها مجانا. انت عليك دور، بتحاول تضغط اكثر في تحسين الخدمه، بتحاول ان انت توصل للمناطق قد يكون اللي فيها مشكله في الخدمه من خلال العادات المتنقله، بس قبليها الوزاره بتبدا ان انت تجهز الاطر اكثر من خلال شغل الرائدات الريفيات ان هم يزودوا الطلب. يعني ازاي نقنع الست؟ يعني قلت لحضرتك بس هي خلي بالك في الاخر انت هدفك انك تخلي الست هي اللي تختار في الاخر. القرار الانجاب ده قرار شخصي مبني على المعرفه. هي الست لازم هي اللي تقول انا عاوز انظم الاسره، انا اقول ان انا قد يكون لما هما الاثنين يتجوزوا يقولوا احنا مش لازم نجيب الطفل الاول على طول، ده احنا ممكن ناخر سنه او اثنين، ظروفنا الاقتصاديه دلوقتي مش سامحه ان احنا نجيب الطفل الاول. طب جابوا الطفل الاول ممكن نقول نعمل مباعده من 3 لـ5 سنين عشان الطفل ده ياخد حقه في الرعايه وفي الحب والحنان، وده اللي الوزاره شغاله عليه الفتره دي. دكتور عمرو، ربما النهارده كمان المؤتمر خاص بالتحضير للمؤتمر العالمي للسكان والصحه اللي هيكون فيه من 5 ل 8 سبتمبر القادم، هل ده زي مؤتمر السكان اللي كان 94 ولا ده حاجه مختلفه؟ يعني يمكن انا عارف ان حضرتك كنت قبل كده حكيت لي ان حضرتك حضرته. 5 سبتمبر 94 مصر استضافت ساعتها اكبر مؤتمر عالمي للسكان. كان اسمه الاي سي بي دي، وده كان اكبر مؤتمر دولي. يمكن نقول ان انت بعد 29 سنه في مصر انت بتستضاف مؤتمر عالمي للسكان والصحه والتنميه. قد يكون المؤتمر اللي فات ده كان اتعمل ساعتها في القاهره وانت في الجمهوريه القديمه، لا انت عامل دلوقتي المؤتمر في الجمهوريه الجديده. ف
في العاصمه الجديده تبدا تشوف العالم ونتكلم معاه، لان احنا خلي بالك احنا مش بس انت بتتكلم على قضايا مصر، لا انا بتكلم على كل القضايا الدوليه. نعم. لان قد يكون ملف السكان انا كمصر عندي مشكله في الزياده السكانيه. نعم. قد يكون دوله اخرى مشاكلها لا ده ان هم عندهم عدد السكان في الكبار في السن هم اللي كبار. نعم. عندهم ان هم ما بيخلفوش. نعم. فبالتالي ان انت هتبدا تتناقش كل الخبرات الدوليه، نبدا نشوف ايه التجارب الدوليه اللي نجحت. نعم. تبدا تتكلم على التنميه، تتكلم على تمكين المراه، قد يكون تتكلم حتى عن التغيرات المناخيه، لان حتى الزياده السكانيه ليها علاقه بالتغيرات المناخيه. نعم. التغيرات المناخيه دي بتاثر لك على الامن المائي وتاثر لك على الامن الغذائي، فمواضيع جدا مواضيع كبيره جدا هتطرح في المؤتمر. ويمكن نقول المؤتمر ده طبعا بيأكد عزور مصر الريادي، وفي نفس الوقت ان مصر بتجدد التزاماتها تجاه القضيه السكانيه، وبتاكد على الجهود اللي هي بتتكلم على كام دوله مفترض تحضر المؤتمر ده. احنا تمت الدعوه، يعني يمكن اقول لحضرتك ان احنا في الدول الافريقيه والعربيه وحتى الاوروبيه يمكن وزراء الصحه والسكان من غالبيه دول العالم تمت ان هم دعوتهم. احنا النهارده كان موجود كل منظمات الامم المتحده. نعم. ممثلين الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه. يعني النهارده كان المؤتمر الصحفي لاعلان تفاصيل المؤتمر، كان يمكن فيه زخم كبير جدا. نعم. والكل كان مهتم، يعني كان فيه اهتمام دولي كبير جدا ان كل الناس تكون موجوده وان هي تشارك وان هي الدول. نعم. تتشارك رؤيتها، وان احنا زي ما قلت لحضرتك ايه، لان قد يكون في رقم. نعم. ما كنتش قلت لحضرتك ان احنا الامم المتحده لما طلعت تقديراتها من دلوقتي ل 2050 قال لك في 8 دول في العالم مسؤولين عن اكثر من نص الزياده السكانيه اللي هتحصل في العالم من دلوقتي ل 2050. الثمان دول دولت في واحده منهم هي مصر. يا خبر ابيض. اعتقد فدي مشكله، ده يضع عليك مسؤوليات اكتر انك محتاج تضغط وتحرك. بس اقول لحضرتك حاجه، الرقم اللي هو بيقوله لك ده هو مش مطلق. انت محتاج تشتغل اكتر عشان ما تبقاش كده. بس قد يكون ان الدول دي في منها برضو دول كمان دول افريقيه، فمحتاج زي ما قلت لحضرتك ايه الملف ده محتاج مننا شغل اكتر واكتر، محتاج قد يكون ان انت تضاعف الجهد المبذول زي ما قلت لحضرتك ان احنا كل يتشارك في عشان نقدر في الاخر انك تقدر تقدر حل القضية دي. زي ما قلت لحضرتك انت عندك فجوة بين سقف طموحك ومحدودية مواردك. نعم. اللي هيساعدك هو انك تتحكم في الزيادة السكانية دي، يعني طموح الدولة عالي جدا، بس قد يكون انت عندك مواردك محدودة، فعشان الموارد المحدودة دي يبقى محتاج انك يبقى عندك زيادة سكانية منضبطة، مش زيادة سكانية غير منضبطة. لأن قلت لحضرتك في الآخر أنا عندي جملة تقول سباق السكان والموارد، احنا في سباق. اشكرك دكتور عمرو حسن كل التحية. لحضرتك نروح لي